سينما المتنقلة الثالث إلى البصرة بعد افتتاحه في بغداد ومن ثم الانتقال إلى محافظات أخرى بدأ مهما للقائمين عليه للتعريف بمنجزهم السينمائي وكذلك لكسب عدد أكبر من المتفرجين في الهواء الطلق، سيما أن عروضه هذا العام وصلت إلى 38 فيلما جميعها تتحدث عن واقع العراق ما بعد التغيير. هو رسالة للمجتمع العراقي لبيان مأساة العراقيين قبل وبعد 2003 من خلال الأفلام، وكذلك لعرض والتعريف بالمنجز السينمائي العراقي المهم. في مهرجان موبايل سينما الدورة الثانية وصل وذاع صيت المهرجان إلى 10,000 متفرج. احنا نطمح بهذه الدورة من خلال 38 عرض أن نوصل صوتنا وسينمتنا وأفلامنا إلى 20,000 متفرج. التفاؤل باستقطاب عدد أكبر من الجمهور يؤيده معنيون يقولون أن المهرجان يعد خطوة مهمة لتنشيط الثقافة السينمائية التي غابت عن المتلقي لسنوات طوال. مشاهدة في فضاء مفتوح خصوصا في الجو الربيعي مبادرة جيدة، يعني هو جزء من تحريك المشهد السينمائي في العراق الذي أهمل الذي عطل، خطوة مباركة. هذه المحاولات ربما بدون أي تدخل مؤسساتي كبير وحكومي كبير ربما تنتهي في أي لحظة. وبحسب القائمين عليه فإن صراع هذا المهرجان السينمائي لإثبات وجوده لثلاث دورات متتالية ما يزال يصطدم بالكثير من العقبات، وأهمها غياب الدعم المؤسساتي وفقر ثقافة الجمهور الذي ما يزال قسم كبير منه لا يتقبل فكرة عودة السينما إلى العراق.